نحن إنما اشتغلنا بالحديث لا على جهة الحديث، بل هذا شيء وقع حبه في قلبي. لم يكن عندي كتاب ولا فلوس إلا مشكاة المسابيح، اشتريتها ب16 روبية هندية قبل 50 سنة، وهو الذي كنت أطالبه أتدرب بنفسي إلى ما قال المؤلف متفق عليه: فأخذ الكتاب وأخرج منه صفحته فأقول خ صفحنا ميم صفحنا، هكذا حتى دخل في قلبي حب الحديث وطالعت كتب المحدثين، وخاصة ممن استفدت منه وهو العلامة ابن تيمية والإمام الذهبي والإمام ابن عبد الهادي الهنبلي وابن القيم وابن كثير والإمام الجمال الزهري الحنفي، وعنده علم كبير وهو منصف للغاية، واستفدت منه ولكنه ما طال عمره، حتى أنه لم يكتب مقدمة على كتابه الذي نسب الراية. بس وقع ذلك من غير نية ولا قصد، وإنما كل ذلك يرجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى. ولم يكن عندي كتاب ولا شيء أثر هذا وهذا، ولم يكن ذلك إلا بقدر الله سبحانه، الفضل كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه، فلعل الله أراد بك خيرا عظيما فيسر لك هذا الأمر وشرح صدرك لأن هذا العلم وهذا الفن، فهذا من فضل الله. هذا من فضل الله، ما يقول الشيخ. الشيخ يقول أن العيني استفاد من ابن حجر. نعم كثيرا استفاد منه كثيرا، وابن حجر إمام، ابن حجر حجر الله، وهو عمي في هذه الأمور أعمال والعلوم، تخرجت به دائما أطالب فتح الباري، ولكن ظهر لي أنه أخطا في كثير من المواضع حينما اعتمد على حفظه، ومع ذلك لا يدانيه أحد. أنا أيضا جربت، ليس عند الشوكاني كسرت علم إنما نقله من البدر المنهي، لأن هذا الكتاب إنما طبي في الآخر وما رأيناه مطبوعا إلا ما دخلنا في طول السن وضعف أجسامنا، لا أدري ما أقول. ولكن الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب يعني لخص هذا الكتاب وأتى يعني بكثير من مقاصد الكتاب، مقاصد الملقن، ولكن لا شك يبقى البدر المنير أوسع بكثير وفيه يعني أوسع، ولكن كلامه ابن حجر أجمل وأشمل، واستدرك على ابن الملقن بعض الحافظ ابن حجر حافظ الإمام، وهو استفاد مما قبله من الشروح يعني ما ينكر ذلك، لكنه إمام يعرف كيف يستفيد. والغريب الآن هو يعني الآن هذا سواب قولك سواب، استفاد من المتقدمين، وعادته أنه إذا رأى كلمة جامعة لأحد القدماء ينقله ولا ينسب إليه. كتبك في باب كلمة أطول وطول، فقلت: يا رجل، إن هذا الكلام كله الموفق الحنبلي، وأنت أخذت كلامه وبدلت ألفاظه فصار كلاما طويلا يحسره الإنسان بعد دقائق، وأما الإمام الموفق رحمه الله تعالى فكتب مختصرا وكلام جميلا يحسره الإنسان
بدقيقتين أو ثلاث أو أكثر هكذا. وكتب الإمام ابن حجر بحثا عن مسألة فلما انتهى إلى البحث حذف من تكلم فيه على وجه التلخيص وأخذ النتيجة ولم يذكر اسمه. وهذه عادة ابن حجر، يأخذ من ابن القيم ويجمل ويكمل ويرتب ولا يذكر اسم ابن القيم إلا إذا احتاج. هذه حالة، ولكن مع كل ذلك هو إمام، أول من فتح الباب وشرح الحديث بالحديث. هل وجدت أحدا فعل قبل ذلك؟ لا ثم لا. فتح الباري لابن رجب يا شيخ، كيف رأيته؟ رأيته له طريق غير طريق ابن حجر. ابن حجر كان، ابن رجب كان شيخا كبيرا له حفظ جميل، ومع ذلك هو ما أراد إرادة الحافظ ابن حجر، ولذلك اختلفت جهاتهم. وبعض كلام ابن رجب أحسن من كلام ابن حجر. كتبت مرة وأنا كالتذكرة لاك على وجه الحاشية، ولم ينشر ببالي أن يحتاج الناس إلى كلامي. كتبت شيئا ثم بعد ذلك رأيت ذلك الكلام بمعناه عند الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ففرحت بذلك جدا، لأن الصبي إذا رأى كلاما عند كبير ووافقه ما عنده يفرح به جدا. صح. ابن رجب إمام، لو بقي شرفه لاستفاد الناس منه. أخبرني بعض الرجال أن شرحه على الترمذي موجودة في ألمانيا، ولكن قال لي بعض الناس إن هذا بس من خيالات الشيخ عبد الرحمن صاحب التحفة. نعم، وصاحب التحفة يا شيخ نقلها عن، هو فهرس كتب قديما لمكتبة في ليدن في ألمانيا، ثم المكتبة الجرمانية، ثم الشيخ المبارك فوري نقل هذا الفهرس في مقدمة التحفة. لكن فيه يا شيخ أحد الأخوة الشيخ خضر سند ولما راح هناك يقول أن المفهرس الآن يمكن نصف المكتبة فقط، يعني يقول لا زال هناك مخطوطات في ألمانيا لم تفهرس إلى الآن. وأظن أنها موجودة، يعني كل ما يذكر ليس خيالات، أنها فعلا موجودة لكن ما أخرجت، ما أخرجوا كلها. يعني يقول هي 10 مجلدات هذه فهارس، ولا زال هناك يعني جزء كبير من المكتبة لم يفهرس إلى الآن. لكن سبحان الله ذكروا فيها كتب عجائب. كان الفهرس هذا يا شيخ الشيخ حماد الأنصاري الذي في المدينة رحمه الله كان يسميه مصيل اللعاب. كان يسميه مصيل اللعاب. نعم، فكنا في مجلس عند الشيخ رحمه الله، فيعني أمر أحد من معنا من الطلبة قال اقرأ علينا مصيل اللعاب فهرس، فإذا فيه قال كتاب القدر لأبي داود، كتاب التفسير لابن ماجه، كتاب كذا كتاب كذا، من الأشياء التي له قال أن هذه في الليل. فهذا الفهرس هو الذي اعتمد عليه الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري رحمه الله في مقدمة تكتنا. نحن نتعدم مع النووي ونجل القاضي عياض، قاضي أعظم من النووي رحمه الله تعالى. أقدم طبقة، أقدم طبقة، والقاضي له ذهن وقاضي. صحيح، لذ كياسة هكذا يجمع الكتب ينظر فيها ويجمع ما فيها في ذهنه ثم يكتب، ولذلك ليس عنده جمال في العبارات. ذلك المتقدم كله هكذا يكتب يكتب يكتب، ولكن عنده علوم كثيرة.
لم يقف عليه ابن حجر تماما، كانه وقف على كتاب مشارق الأنوار ناقصا لا أدري كيف حاله. يعني فاته أن ينقل عنه في مواضع. إيه؟ يعني الحافظ ابن حجر فاته أن ينقل عن الحافظ عن القاضي عياض في مواضع. ابن قرقول هذا أمر ينقله عن ابن قرقول، وقبله صاحب المشارق كتب ذلك. ابن قرقول مختصر للمشارق. نعم نعم، حذب المشارق واختصره. ايه حذب المشارق واختصره. واختصر. ايه صح. يعني كتاب ابن قرقول مطبوع هو يطبع له. مطالع الانوار. ايه يطبع له. تطبعه قطر. هو كأنه فيه شيء من الاخوان اللي عملوا عليها اللي هو الرباط. مكتب الرباط في مصر. فاجمعوا أسماء هذه الكتب إن بقيت حيا فأبلغوه إلي، وإن مت فتصدقوا به أني. الله أطال الله عمركم في طاعته. صحة وعافية. جزاكم الله تعالى لقينا وفرحنا بلقائكم، وخاصة يا ولد أنت بلقائك فرحنا جدا. وأنا أقول لا لي كم توافقونني أن ابن تيمية أعلم وأفقه من ابن حجر، وأما ابن حجر فأعلم منه بطرق الحديث، أما معنى الحديث فلا يطاني ابن تيمية أحد لا أجامل فيه. أي بھائي سنونا، انہوں نے بہت کتابیں دیکھ رکھی ہیں، یہ جو حریری ہے اس کے ذریعے معلومات کر کے جو کتاب چھپتی رہے مجھے بھیجتے رہو جب تک میں زندہ ہوں. ان لوگوں کو لگا دو، یہ عبد الرحمن ہیں ان کو بھی دے دو لگاؤ. أنا أعطي للسيف كتب هدية إن شاء الله، إهداء للسيف. إن شاء الله. كل يوم بدري. من قبل بدري بدري. بلية. اس میں دیکھو جی یہ تو ہے عود، اس سے کہو کہ یہ لوگ بانٹ لیں، اور یہ کیا ہے عود خاص اجمل حلق اجمل، یہ کیا ہے امبر ہے امبر، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبھی لوگ لے لیں گے. جزاک اللہ عنا احنا اردنا ان سمعتوا الشيخ جزاكم الله خير. هذا الذي اعطاني صاحب كيا كهتين صاحب المحل الدكان اجمل صاحب المحل. اه هو اعطى الشيخ. ايوه جزاك الله خير مدير الاجمل. جزاك الله خير حياكم الله. كان شيخنا رحمه الله تعالى يكرم درس الحديث، إذا ما خرج فبطيب الريح كانوا يعلمون أن الشيخ خرج من هذا الطريق إلى الدرس. مولانا سعد الله، مولانا زكريا رحمه الله. طيب الشيخ ترتاحون قليلا؟ نريد أن أنت الآن تريد أن ترتاح. نعم إن شاء الله يتم. نأتي وقت آخر إن شاء الله. طيب إن شاء الله. السلام عليكم. كتب الشيخ إن شاء الله يجيب. أنا إن شاء الله
أنا السلام عليكم يا خالد. اسمك خالد؟ خالد يعمل في التدريس. موجود. طيب جزاك الله عنا خير إن شاء الله. الله يكتب عليكم. السلام عليكم. وعليكم طيب. جزاك الله.